شركه بيجي بيزنس ايوه اند بروتكت، هي شركه مجموعه شركات فيها السلف الاول ديال الشركه كيقوم بداك لا سيكوريتي الكترونيك لانستالاسيون ديال الكاميرا. وهذا عندنا مقر ديالنا هذه 20 سنه في الحي الصناعي ديال المحمديه اللي كتقوم كتجيب تجهيزات ديال عسكريه وتجهيزات ديال الامن والامن الخاص. والشق الاخر هو الامن ديال الاقامه ديال المجموعه ديال كيفاش جات الفكره اليوم ديروا هذا العمل المواطنتي صراحه اللي درتو اليوم؟ انا بديتو بالقصبه وغتمشيو للعاليه. هذا تكليف مش تشريف، هذا واجب وطني. حنا ورأس جلاله الملك نصر الله هو اول واحد اللي امر بهذا الشيء، واول خطوه هو اللي دارها بداك الصندوق اللي دار ديال التبرعات. حنا كنخدموا بالرجالات ديالنا وحنا ان شاء الله راه حنا غادي نزيدوا في الموارد البشريه باش نعقموا جميع الاحياء اللي كتحتاجنا. حنا موجودين في اي وقت. الشعار ديالنا اجلس في دارك تحمي بلادك، الله يجازيكم بخير. الشعار ديالنا اجلس في دارك تحمي بلادك. التغطيه ديال المحمديه في هذا المكان هذا اللي كتم فيه عمليه ديال التعقيم. معنا رئيس جمعيه اسم الجمعيه سيدي جمعيه مدينه الزرقاء نسور الرمايه وحمايه البيئه تضامنا مع الجمعيات المجتمع المدني. سي قدم نفسك. جمعيه بلبي السلام عرباس اسماعيل فاعل جمعاوي، وكنلصق مع الاخوان ديال جميع جمعيه المجتمع المدني اللي بغينا نجيو عندهم، حنا غنجيو عندهم. وهذا شرف لينا كبير، يعني كتشوفوا الانسجام مع الجمعيات المجتمع المدني والحفاوه اللي كيتقاضاوها مع بعضياتهم، وهذا شرف كبير. كاننا عائله وحده، عائله يعني المضمون ديالها اشنو؟ المضمون ديالها هو الحفاظ على الساكنه ديال المحمديه. حنا نقدر نقولوا هاد كورونا صراحه رغم ذلك دارت واحد التالوف بالجمعيات ديال المحمديه. صراحه دارت حسنه الوحيده اللي دارت فوالا، كان واحد التحالف واللي كان مخاصم مع الاخر تصالح معاه، ويعني ولا واحد الجو عائلي واجواء عائليه الحمد لله. وحنا كنا دابا كيف كتشوف صراحه منضمنين حنا كجمعيه مجتمع مدني ولا السلطات المحليه ولا الامن الوطني ولا السيد العامل ولا السيد الباشا ولا السيد قسم الشؤون الداخليه ولا اعوان السلطه، كنا ضد هذا الفيروس. هاد الشركه اللي كنطلب انا، ماشي كنطلب شركه، كنطلب من الجهات المسؤوله في المدينه، لا بالبلديه ولا العماله ولا الشركات اللي كيجيبوا شركيات اخرين ماشي ولاد المحمديه كيخدموا في الشركه في لي مارشي. لهذا هنا اليوم اللي كاين هذا الوباء لقينا ولاد المحمديه هما اللي نادوا ساندونا. لهذا انا طلب مني لجميع المصالح اللي كيعطوا لي مارشي ديال النظافه باش يوليو يعطوا هذا لي مارشي للشركات لولاد المدينه، حيت اي اول حاجه كضربوا من نفس ولاد المدينه على مدينتهم. هذا هو الرساله اللي عندي. محمد يومنا واحد ديالها باقا صفر حاله، وحنا كنحاولوا ما امكن باش نلقاو هذا الاتجاه الصحيح.